من هذا المكان اندلعت النيران في منطقة غورمان الواقعة إلى الشمال الشرقي من مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا. كان أكثر من 1200 من سكان هذه المنطقة الجبلية قد تم إجلاؤهم بعد أن دمرت الحرائق عقاراً تجارياً واحداً على الأقل، وهددت 10 عقارات أخرى بالإضافة إلى 50 مسكناً. الرياح عصفت إلى الجانب الآخر بعيداً عنا وليس إلى جهتنا، لذا لم نشعر بالدخان أو بأي شيء آخر، ولكن كان بإمكاننا رؤية كل شيء. وقال لنا رجال الإطفاء أن النار أتت على نحو 17,000 فدان من الأراضي في المنطقة، ولا تزال جهود مكافحة الحرائق مستمرة، حيث لم يتمكن نحو 1200 من العاملين في إطفاء الحرائق تدعمهم 7 طائرات عمودية من السيطرة سوى على 8% من الحرائق حتى اللحظة. So you can see our number one nemesis is wind. لذلك يمكنك أن ترى أن عدونا الأول هو الرياح، وهو التحدي الأكبر بالنسبة لنا في الوقت الحالي. وانخفاض الرطوبة النسبية والحرارة يحدثان فرقا أيضا. نسبة سيطرتنا 8%، وهذا أفضل من الأمس عندما كانت النسبة 2% فقط. نحن الآن في حالة العلامة الحمراء، وقد يستمر ذلك حتى الثلاثاء. وحذرت السلطات من تراجع مؤشر جودة الهواء في المنطقة إلى مستويات غير صحية للسكان. موجة حر شديدة تجتاح ولاية كاليفورنيا، حيث بلغت درجات الحرارة مستويات غير مسبوقة كما ذكرت دائرة الأرصاد الجوية، ما يفسر اندلاع وانتشار الحرائق في كاليفورنيا، وهو أمر غالباً ما يتكرر في مواسم الصيف الحارة، لكنه يحدث بشكل أوسع هذا العام، خاصة في المناطق الجنوبية من الولاية. من ولاية كاليفورنيا، ناصر عبد الحق، الحرة.